كان قرار صعب، وانا بقول الكلمه اللي انا عايز اقولها، قرار الاعتزال. انا النهارده بعلن اعتزالي. بشكركم، بشكر جمهور مصر كله لسنه حسن عبد ربه. بس قول لي لقطه لما الجماهير يعني كان بتهتف لك. موضوع تاني يعني. موضوع مش هقدر اعبر عنه زي ما انت شايف الصور يعني. انا وقفت، ويمكن اللحظه الصعبه بالنسبه لي، انا كنت هقع على فكره، كنت هقع اوف يعني. في اللحظه دي انا كنت هقعد على الارض، مش عارف، رجلي ما كانتش شايلاني. بس قبلها كمان اول لقطه انا عملت ايدي الاثنين كده، بقيت واقف قدام الجمهور مبلم. انا خلاص اهي يعني، انا مش عارف انا بقى يعني خلاص ان انا رايح لهم اصلا. ماشي يعني على طول في العاده اللي هم بيندهولي بروح جري واقف. لا خلاص بقى، اللي انا رحت وعملت ايدي كده. مش عارف ان انا اشوف الناس دي ولا اشوفها تاني ولا لا يعني. لا، ودول الناس اللي انت بتحبوهم، هم بيحبوك يعني سنين. مش انا عشت ليه عشان في النادي؟ عشان خاطر الناس دي، عشان خاطر الكيان يعني. كام سنه في نادي الاسماعيلي يا كابتن؟ انا حوالي يعني في الفريق الاول حوالي 17 سنه. 17 سنه الحمد لله. نجم الإسماعيلي ونجم منتخب مصر. طيب.